السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم قواعد التجويد برواية ورش عن نافع. سنكمل إن شاء الله في سورة البقرة، وهذه هي الحصة 30. توقفنا في الحصة السابقة عند الآية 108. إذن لنكمل. أولا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أي أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد شرحت الاستعاذة في عدة دروس سابقة، يعني كيفية قراءتها بشكل صحيح. إذن أمر مباشرة للآيات لكي لا أطيل عليكم. سنتعرف على القواعد التي تتضمنها كل آية، وعندما نكمل سأتلو عليكم الآيات من الأول إلى الأخير إن شاء الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لاحظوا معي هنا الصلاة، هنا اللام فخمتها لأن قبلها حرف الصاد. يمكنكم الرجوع للدرس أحكام اللام، لقد وضعته في القناة. الصلاة وآتوا، هنا أمدد بالتوسط أو أمدد 6 حركات أو حركتان لمد البدل. وآتوا الزكاة، وانتبهوا لمخرج الهمزة من الحلق. وما تقدموا لأنفسكم من خير. لاحظوا هنا أخفيت هذه النون ورققت غنة الإخفاء لأن بعدها حرف الفاء هنا مرقق. لأنفسكم، ولا أقول لأنفسكم، هنا لأنفسكم تنتهي بميم ساكنة وبعدها ميم مشددة، إذن إظهار شفوي. يمكنكم الرجوع لدرس أحكام الميم الساكنة، هنا إدغام بغنة. أقول لأنفسكم من، لأنفسكم من خير. هنا نون ساكنة وبعدها حرف الخاء من حروف الإظهار، إذن لدينا هنا إظهار، يعني يجب إظهار هذه النون، أي أقول من خير، ولا أقول من خير أو من خير، بل أقول من خير تجدوه. هنا تنوين بالكسر وبعده حرف التاء من حروف الإخفاء، إذن لدينا إخفاء، سنخفي تلك النون الزائدة التي تلفظ ولا تكتب، و غنتها سنرققها لأن بدا حرف التاء مرقق، إذن سنقول خير تجدوه، خير تجدوه عند الله. هنا إخفاء هذه النون عند الله. وهنا أقف على لفظ الجلالة هنا بتفخيم اللام مع تمديد هنا لفظ الجلالة عند الوقف عليه، وذلك تعظيما للخالق سبحانه وتعالى. عند الله، ولا أقف عليها هكذا، عند الله. إن الله بما تعملون بصير. هنا النون مشددة حركتان بغنة وتفخيم اللام هنا في لفظ الجلالة. بما تعملون بصير، لاحظوا مخرج حرف الباء، لا نقول بصير بل باء والصاد هنا لا أنطقها كحرف السين، لا أقول بصير بل بصير مع مد حركة أو 4 أو 6 للمد العارض للسكون، وهنا الراء نرققها لأن قبلها ياء ساكنة، إذن جيد. وقالوا لن يدخل، لاحظوا معي هنا نون ساكنة وبدا حرف الياء من حروف الإدغام بغنة ومقداره هنا حركتان. أقول لن يدخل، ولا أقول لن يدخل بل أقول لي لا إي لن يدخل مع قلقلة الدال قلقلة صغرى. لن يدخل الجنة إلا، لاحظوا معي الجنة ننطق حرف الجيم بالشدة يعني كنطق الجيم باللغة الإنجليزية، والنون مشددة حركتان بغنة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لاحظوا معي هنا إخفاء هذه النون وغنة الإخفاء أرققها لأن بدأ حرف الكاف مرقق. من كان مع تلك الغنة مقدارها حركتان، لا أطيل، لا أقول من كان
ولا أقصرها، أقول من كان، بل حركتان، من كان هودا نو. لاحظوا معي، هودا تنتهي بتنوين بالفتح وبعده حرف الألف. إذن لاحظوا معي، لدينا هنا النقل، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، الساكن قبلها هنا هو تلك النون الزائدة. لاحظوا معي، هودا، تسمعون نون زائدة، تلك النون ساكنة، إذن انتقلت إليها حركة الهمزة وهي الفتحة هنا، وتم حذف الهمزة من هنا، أصبحت هودنا، كانت هودا أصبحت هودنا. وننتقل إلى الواو مباشرة، إلى الواو الساكن، أي نقول هودنو، هودنو، نصارى. هنا الراء أرققها مع إمالة صغرى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم، الراء هنا مفخمة، برهانكم هنا مد الصلة الكبرى ومد ست حركات، إن كنتم هنا أخفي النون الأولى هنا وأخفي النون الثانية هنا كذلك مع ترقيق الغنة الأولى لأن بعدها حرف الكاف مرقق، والغنة الثانية لأن بعدها حرف تاء مرقق. لاحظوا تنتهي بميم ساكنة وبعدها حرف الصاد، يعني ليس حرف الباء ولا حرف الميم. إذن كذلك هنا إظهار شفوي، يمكنكم الرجوع لدرس أحكام الميم الساكنة. أقول إن كنتم صادقين، ولا أقول كنتم صادقين، بل كنتم صادقين. وهنا أمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. بلى، لاحظوا معي، بلى هنا إمالة صغرى لحرف اللام، بلى. يمكنكم الرجوع للدرس الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى. ما نسلم، هنا كذلك لدينا النقل، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، كان الساكن هو النون، كانت من فأصبحت منى لأن انتقلت إليها الفتحة، تنتقل الفتحة إلى الساكن قبلها إلى الساكن قبلها مع بقاء حركة الهمزة. لاحظوا معي، يعني حركة الهمزة بقيت وهي الفتحة، لكن الهمزة حذفت من هنا، أصبحت ما نسلم، يعني من النون المفتوحة ننتقل إلى السين الساكنة. بلى من أسلم وجهه لله، وجهه، هنا لدينا الجيم نقلقلها قلقلة صغرى وأمدد هنا حركتان لمد صلة الصغرى. وجهه لله وهو محسن فله، لاحظوا معي محسن تنتهي بتنوين بالضم، بعده حرف الفاء من حروف الإخفاء، إذن نخفي تلك النون الزائدة وغنة الإخفاء نرققها لأن الفاء هنا مرقق، لأنني سبق لي وأن شرحت أنه الغنة نرققها، يعني الغنة تتبع الحرف الذي يأتي بعدها، إذا كان مرقق نرقق الغنة وإذا كان مفخم نفخم الغنة. إذن نرقق الغنة هنا ونقول وهو محسن فله أجره عند ربه. لاحظوا معي، فله هنا مدت ست حركات مد الصلة الكبرى، أجره قلقلت حرف الجيم قلقلة صغرى والراء مفخمة أنها مفتوح لأنها مضمومة هنا، أجره مع تمديد حركتان هنا لمد الصلة الصغرى، أجره عند ربه، هنا إخفاء هذه النون وغنة الإخفاء أرققها لأن بعدها حرف الدال مرقق، الراء في كلمة ربه مفتوحة إذا نفخمها ونمدد حركتان لمد الصلة الصغرى، ربه ولا خوف عليهم، هنا تنوين بالضم بعده حرف العين من حروف الإظهار، إذا نظهر تلك النون الزائدة، نقول خوف عليهم ولا خوف عليهم، ولا نقول ولا خوف عليهم، عليهم ولا، هنا إظهار شفوي، عليهم ولا، ولا نقول عليهم ولا، عليهم ولا هم يحزنون، هنا كذلك إظهار شفوي، ولا هم يحزنون، وأمدد حركتان أو أربعة أو ست للمد العارض للسكون. وقالت اليهود ليست النصارى، هنا النون مشددة حركتان بغنة واتباع المخرج حرف الصاد فهو من حروف المستعلية وهو دائما مفخم،
الراء إمالة صغرى ونرقق الراء. هنا قاعدة مد اللين يعني نمدد أربع حركات أو ست حركات لمد اللين شيء. يمكنكم الرجوع لدرس أحكام أو قاعدة مد اللين. هنا تنوين بالكسر بعده حرف الواو، إذن لدينا إدغام بغنة مقداره حركتان، شيء وقالت النصارى. هنا كذلك النصارى كما شرحت هنا، ليست اليهود على شيء وهم. كذلك هنا شرحت شيء تتضمن مد اللين نمدد أربع أو ست حركات، وهنا إدغام بغنة مقداره حركتان، شيء وهم يتلون الكتاب. هنا إظهار شفوي، وهم يتلون ولا نقول وهم يتلون، وهم يتلون الكتاب. هنا أمدد حركتان أو أربع أو ست حركات للمد العارض للسكون مع قلقلة الباء قلقلة كبرى عند الوقف هنا عليها. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني اتباع لمخارج الحروف حرف الذال، وكذلك الثاء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هنا اللام أفخمها، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. هنا لاحظوا مع انتباه لمخارج الحروف، ليست لدينا هنا قواعد صعبة يجب تطبيقها. فيما كانوا فيه يختلفون، هنا أمدد حركتان أو أربعة أو ست حركات، يختلفون. إذن أتوقف عند الآية 112 وأرتل لكم هذه الآيات التي شرحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم وقد استفدتم منه. ألقاكم في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.